هذه التلاوة من القارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يا رب يا رب. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقي
عاشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة من القارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، ونحن نحيا في رحاب سيدي أحمد البدوي.